السلام عليكم، وعليكم الطالب علي عبد الرحيم، طالب مرحلة ثانية كلية الطب جامعة الكوفة. اليوم راح نشرح مرض جريف ديزيز. قبل لا نطب المرض خلنا نعرف شنو شلون يتم تكوين هرمونات الغدة الدرقية بصورة طبيعية، لأن نعرف إن جريف ديزيز نتيجة مرض معين حيتكون أو نتيجة شيء معين يسبب زيادة هرمونات الغدة الدرقية. خلنا نعرف النورمال شلون تتكون. أكو شيء يسموه بالهايبوثالاموس بيتيوتري ثايرويد اكسس. هذا شنو هذا؟ الهايبوثالاموس حتفرز لك هرمون يسموه بالتي ار اتش اللي هو الثايرويد ريليزنج هرمون. هذا حيفرز لك وين؟ على الانتيريور بيتيوتري جلاند، يخلي الانتيريور بيتيوتري تفرز الثايرويد ستيمولينج هرمون اللي هو التي اس اتش. التي اس اتش يروح وين؟ على الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند حتفرز شنو؟ من خلال حتفرز الثايروكسين والتي 3 والتي 4 يعني الهرمونات مالتها. يعني تي اس اتش حيشتغل لك على التي اس اتش ريسبتور الموجود وين؟ بالثايرويد جلاند. ها هنا أنا مقطع من الثايرويد جلاند يقول لك هنا أنا هذا اللي صار على شكل انبوب هو البلود فيزر، حيجي يجي من خلال التي اس اتش، وهاي الخلايا تحتوي لك على التي اس اتش ريسبتور بالسطح مالتها. هاي الخلايا يسموها بالفوليكل، جمع مالتها بالفوليكلز، وهذا هو الكولويد. اوكي، خلنا نعرف من يجي التي اس اتش ريسبتور، راح يحفز لك هاي العمليه. حنا نعرف مرضية قبل أخذناها بالميتابوليزم أنه أهم عناصر تكوين الثايرويد هرمون من هو الأيودين. أوكي، اليود، عنصر اليود الموجود بالملح. أوكي، هو أهم عنصر أو غيرها من الأكلات أهم عنصر من خلاله يتم تكوين هرمونات الغدة الدرقية. زين، خلنا نعرف نفتهم شلون يتم تكوين هرمونات الغدة الدرقية. يجي هذا التي اس اتش ريسبتور يشتغل لك وين؟ على التي اس اتش يشتغل على التي اس اتش ريسبتور الموجود وين؟ على الفوليكل. هاوي هاي صايرة مثل هاي يعني هذه من الخلايا. اوكي، تن الخلايا مين يجي يشتغل هنا؟ مين يجي على التي اس اتش ريسبتور الموجود هنا ايش راح يسوي؟ راح يحفز لك هذا الريسبتور، فبالتالي من خلال تبدا عمليه تكوين الثايرويد هرمون. اوكي، بالبدايه حفز الريسبتورات، بعدين شي يسوي؟ يفتح لك قناة معينة، يا قناة أهم قناة ماخذين بس اسم الثاني لكتشر الأولى اللي قلناها. هاي القناة موجودة بالثايرويد جلاند اللي هي الـ NA-Yoid Co-Transporter. أوكي، من خلالها حنستخدم الديفيوجن مال الصوديوم حتى ندخل الأيودايد داخل الفوليكل. هذا الأيودايد طاب بالفوليكل سيل. أوكي، نطب الفوكس صار لعملية ترابينج. يعني شنو عملية ترابينج؟ يعني اكتف ابتيك، يعني تم اخذها من مجرى الدم داخل الفوليكل. بعدين صار لعملية اوكسيديشن. شنو يعني اكسيد؟ يعني تم تحويله من الايودايد الى من الايودين. الايودين هو راح يدخل تركيب هرمونات الغدة الدرقية. زين، انا عندي انزيم معين هو راح يحول لي الايودايد الى وين؟ الى الايودين. يا انزيم يسموه بالثايرويد بيروكسيديز، هذا الانزيم خلوه ببالكم لانه بعد شويه راح ناخذه. اكو دواء معين يشتغل عليه، اكو دواء معين يشتغل على هذا الانزيم يحول لك الايودايد الى ايودين. ماشي، هذا الايودين من خلال الايودين راح نكون هرمونات الغده الدرقيه. بس احنا طببنا الايودين، هو من عناصر مهمه تكون هرمونات الدرقيه. زين، النيوكليوس النواه، يعني حنكون بروتين معين، هذا البروتين يسموه بالثايروغلوبولين. زين، من نريد عملية تكوين البروتين شو نسميه؟ بالجين اكسبريشن. تضمن لك عمليتين، ترانسكريبشن وايضا شنو؟ بالترانزليشن. اوكي، راح نكون الثايروغلوبولين. هذا الثايروغلوبولين اكثر شيء يتكون من الامينو اسيد والتيروس. احنا نعرف بما انه بروتين، معناته شنو البروتين؟ يتكون لك من احماض امينيه. اغلب الثايروغلوبولين، العفو، يعني غالبية الأحماض الأمينية الموجودة بالثايروغلوبولين هي التيروسين. أوكي، يجي هذا الأيودين اللي كونه الثايرويد بيروكسيديز من خلال تحويله من الأيودايد الأيودين. هذا الأيودين يرتبط لك بالثايروغلوبولين. أوكي، خلنا نرسم حتى نوضح السالفة. هذا تخيلي وهذا الثايروغلوبولين. أوكي، وهذا التيروسين. ماشي، يجي هنا هذا الايودايد راح يرتبط اوكي.
اللي يخلي الايود اللي يخلي الايودين يرتبط بالثايروغلوبولين هو ثايرويد بيروكسيديز. شوفوا شنو هم الثايرويد بيروكسيديز، كلش مهم، يحول لك الايودايد الى ايودين ويخلي الايودين يرتبط لك بالثايروغلوبولين. ماشي، هاي وظائف الثايرويد بيروكسيديز. زين، من احنا من اسمه تي 3 ما ادري ايش يحتوي على 3 ايود، والتي 4 تحتوي على ايش قد، على 4 ايود. هذول الهرمونات يعني هي هرمونات الغده الدرقيه. من هي هرمونات الغده الدرقيه؟ تي 3 والتي 4. خصائص شنو هي؟ التراي ايودو ثايرونين، والثانيه تراي ايودو العفو تترا ايودو ثايرونين. زين، بالتالي احنا بالبدايه ايش راح نكون؟ راح نكون هذا في شيء يسموه دي اي تي، وهذا الدي اي تي، وهذا الدي اي تي، هذا دي اي تي، هذا ام اي تي. هذا الدي اي تي هو الداي ايودو ثايرونين. اي بالبدايه خلوا ببالكم عندك اربع كلمات، ام اي تي والدي اي تي والتي 3 والتي 4 او ما يسمى بالثايروكسين. هذا الام اي، هذا بوحده هذا يجي لك الثايروكسين مرتبط بيود واحد يسموه ام اي تي. ام اي تي اختصارا من بالمونو ايودو ثايروكسين. والدي اي تي عفوا قبل شوية غلطت، هي دي اي تي اختصار لمن؟ الى داي ايودو تايروسين. ماشي، زين هسه تقولوا احنا تي 3، تي 3 وش يعني؟ تراي ايودو ثايرونين، والثالث العفو الاخير والتي 4 والتترا ايودو ثايرونين. شلون راح يصير هذني كل دي اي تي؟ هذا دي اي تي يرتبط مع بعضها البعض، كلك تي تي 4، هذا نال كونك تي 4، هنا ايش كون لك هنا؟ خلينا نوضح هذا هنا، اي كون لك تي 3، وهاي العملية تستمر للأخير. زين هسه هنا شو تكون؟ بالبداية كون الدي اي تي وأيضا كون الام اي تي، بعدين كل دي اي تي ارتبط مع دي اي تي كون لك تي 4، وكل دي اي تي ارتبط لك مع الام اي تي كون لك تي 3. ماشي، وبعدين هذني هاي من تكون ارتبط مع بعضها كون لك تي 4 وتي 3. زين انا اريد هذا الثايروغلوبين يعني اريد يتحرر للدم، خو ما يتحرر على شكل سلسله هاي مال الثايروغلوبين. ايش راح يصير هنا؟ من الكولويد حصير عمليه اندو سايتوسيس. ماشي، هاي اندو سايتوسيس حيتون هذا اللي تي 4 تي 3 داخل حويصله يسموها بالاندوسوم. بعدين وين تروح لك؟ اللايزوسايم، عفوا اللايزوزوم. باللايزوزوم عندك انزيمات محلله راح تكسر هاي السلسله مال الثايروغلوبولين، تقطعها مثلا تي 4 قطعه تسوي قطعه واحده، تي 4 تي 3 قطعه تسوي قطعه واحده، ما تسوي على شكل السلسله مال الثايروغلوبولين. ماشي، بعدين من اللايزوزوم راح ينتشر هذين الهرمونات بالدم. هاي كانت الفيزيولوجي مال تكوين هرمونات الغده الدرقيه. نبدي بالثايروتوكسيكوسيس او ما يسمى بالجريف ديزيز. يعني شنو ثايروتوكسيكوسيس؟ شنو جريف ديزيز؟ عندنا مصطلح يسموه بالهايبرثايروزم. هايبرثايروزم معناته زيادة هرمونات الغدة الدرقية نتيجة عدة أسباب. أحد هاي الأسباب يسموها، أحد الأسباب هي جريف ديزيز. ماشي، وأكو غير من الأسباب، قد يكون تيومر معين وغير من الأسباب كلش. زين شنو يعني مصطلح الثيروتوكسيكوسيس؟ الثيروتوكسيكوسيس معناته هي مو ديزيز، هي ستيتس، يعني شنو؟ هي حالة توصف زيادة هرمونات الغدة الدرقية بالجسم. اوكي، الهايبرثايروديزم مرض، اكو سبب معين سبب هذا المرض الهايبرثايروديزم. اوكي، زياده هرمونات الغده الدرقيه بالجسم هي حاله يسموها بالثايروتوكسيكوسيس. اوكي، شنو هو الجريف ديزيز؟ هو عباره عن ديسوردر كاركترايز باي هايلي انكريز بلود تي 3 because due to the lacking of the feedback inhibition كوز باي اوتو انتي بادي اجينست تي اس اتش ريسبتر. ها نسيت اخر شيء، من تي 3 وتي 4 راح ينفرزن بالدم. اكو في شيء بين قلنا في هذا اكو هايبوثالاموس بيتوتري ثايرويد اكسس، هاي عباره عن اكسس مو قلناها؟ فمن هرمونات الغده الدرقيه راح ينفرز، اكو فيدباك حصير نيجاتيف فيدباك المن لكل من الهايبو تروح، يعني مثلا تي 4 وتي 3 تروح يابا تقول لي بيتوتري بعد تفرزين تي اس اتش، كذلك تروح للهايبوثالاموس تقول يابا الهايبوثالاموس تفرزين تي ار اتش. ماشي، هي هاي نيجاتيف فيدباك. فيقول لك هنا هذن زياده هذن الهرمونات ايش راح يسوي بعدين؟ يعني تي اس اتش والتي ار اتش حتكون قليل. ليش؟ انه هذن يسوون نيجاتيف فيدباك للتي اس اتش والتي ار اتش. ف ايش راح يصير لك هالعمليه؟ شنو يعني لاكينج فيدباك؟ انه نعرف انه هرمونات الغده الدرقيه تنفرز مده معينه بجسمك، ما تبقى طول اليوم تنفرز. اوكي، هي خلال مده معينه تنفرز جسمك.
فمن تفقد هاي الفيدباك، ليش انه ايش هالمدة معينة اكو في شيء هو يخليك يعني مثل ميكانيزم، هو يقول لك مثلا يا ثايرويد جلاند انت تشتغلين بس مدة نصف ساعة ما تشتغلين اكثر بعد، من تفقد هاي الفيدباك المسؤول عن اللي تخليك عن ثايرويد جلاند تشتغل مدة نصف ساعة، بعد ثايرويد جلاند تبقى تشتغل طول الوقت. اوكي، فيقول لك زيادة هرمون تي 3 بسبب فقدان الفيدباك تسبب عن الاونتو انتي بودي اجينست تي اس اس ريسبتور. هذا المؤخر النفسي من شنو يعني، هي عبارة عن اضطراب معين من شنو يعني شنو نتيجة مالت زيادة هرمون الدرقية والتي 3 بالدم. ليش حنفقد الفيدباك انهبيشن؟ ليش انه اكو فش اوتو انتي بودي يشتغل على تي اس اس ريسبتور؟ هاي المصطلح نروح نفتهم شغلتين نرجع نكمل البقية. شنو يعني اوتو انتي بودي؟ اذا من نستنتج نسوي هاش اوتو انتي بودي، اكو فشي انتي بودي حيتوجه وين يشتغل على التي اس اس ريسبتور، ما انت شنو معناته هذا مرض مناعي. زين خلينا نفتهم السالفه قبل لا نشرح هاي الصوره. منك في شيء مرض مناعي يسبب لك، معناته شنو؟ لو يسبب لك بزياده افراز شيء معين، لو ينقص لك افراز شيء معين. اوكي، وهنعرف المناعه من تفرز لك مثلا اجسام مضاده، هي بحال مثلا يدخل فيروسات بجسمك، تدخل بكتيريا، فطريات او طفيليات، تفرز لك الانتي بودي تروح تهاجمه. بس مرات هو جسمك حيهاجم يعني الاعضاء مالته والغدد مالته، من اشياء شلون يهاجم عن طريق الانتي بودي. هاي الانتي بودي اما تكون سبب لك بزياده نشاط هذا الغده، او سبب لك بنقصان نشاط هاي الغده تحطمها. اوكي زين، شلون يتم صنع هذا الانتي بودي راح يتفاعل لك مع التي اس اتش ريسبتور مود على الثايرويد جلاند؟ عندنا بالليمف نود بالعقد اللمفاوية اكو خلية يسموها بالانتيجين برزنتيك سيل، اختصار هاي الاي بي سي. هاي الاي بي سي راح تحفز لك التي سيل، ماشي؟ هاي التي سيل شلون تحفز؟ تعطيها ثايرويد ستيميليتنج هرمون لايك انتيجين، يعني انتيجين يشبه لك ثايرويد ستيميليتنج هرمون. اوكي، حفز لك التي سيل، التي سيل صارت اكتيفيتد، هاي التي سيل تروح تحفز لك البي سيل. زين احنا نعرف انه كل اكتيفيتد بي سيل يسموه شنو؟ بلازما سيل، والبلازما سيل هي المسؤوله عن انتاج الاجسام المضاده بجسمنا. احنا بالبدايه شطنا حطينا الانتيجين برزنتنج، العفو الانتيجين برزنتنج سيل، شطت اشاره قطت انه انتجين يعني شلون حفزت التي سيل. يعني هي بالبدايه قالت لها يا تي سيل اريدك تحفزين البي سيل حتى تنتجين انتي بودي يشتغلك على التي سيل ريسبتور. يعني من البدايه هي الانتجين بزنتك سيلية حددت الانتي بودي اللي راح يسبب لك بزياده الهرمونات الغده الدرقيه. اوكي، فهذا البلازما سيل تعطيك انتي بودي يسمون بالثايرويد ستيمولايتنج انتي بودي، اختصاره تي اس اي. اوكي، هذا وين راح يشتغل؟ هاي بحاله طبيعيه، هاي علي صحه طبيعيه في الجلاند تي اس اتش ريسبتور، بالتالي هرمون تنفرز. ف هذا الريجوليشن مال البرودكشن مال ثايرويد جلاند يصير لك نيجاتيف فيدباك للبيتيتوري جلاند، فبالتالي هاي العمليه تكون طبيعيه. زين بس من جلك هذا الانتي بودي، هذا الاوتو انتي بودي اللي تم انتاجه عن طريق البلازما سيل، اشتغل وين؟ على التي اس اتش ريسبتور، حفز لك شنو؟ تكوين هرمونات الغده الدرقيه بكثره. يعني تخيل بدل ما الغده الدرقيه تشتغل لك مده نصف ساعه قامت تشتغل طول اليوم فتره طويله واكثر من يوم واسبوع وشهر، ماشي؟ وبما انه هي ريسبتور التي 3 والتي 4 يكون داخل الخليه، فالتاثيرات يعني راح تظهر على جسمنا تستغرق ساعات او ايام، ماشي؟ هنا يقول لك انتاج زايد وغير منتظم من هرمونات الغده الدرقيه، ماشي؟ هاي الميكانيزم مال جرايف ديزيز عرفنا. خل اعيد لكم بس مال هاي مال خلايا بالليمف نود، عندي خلايا يسموها بالانتيجين برزنتنج سيل تحفز لك التي سيل، شلون تعطيها فد ميدييتر، هذا الميدييتر يسموه بالثايرويد ستيميوليتنج هرمون لايك انتيجين. هاي تي سيل صارت اكتيفيتد، هاي تي سيل اكتيفيتد، اكتيفيتد تي سيل حتنشط لك البي سيل، ماشي؟ اكتيفيتد بي سيل يسموه البلازما سيل، هاي البلازما سيل تفرز لك انتي بودي، هذا الانتي بودي يشتغل على تي سيل ريسبتور يسموه بالثايرويد ستيميوليتنج
ثايلوسيمتريك انتي بادي اختصاره تي اس اي، هيشتك على الثايرو جلاند بالتالي يزيد انتاج الهرمونات. ماشي نكمل. يقول لك هنا يجيك البيشنت عنده الان نحكي على عرض مالته، يقول لك اي بار كتابوليك، نعرف من الهرمونات الدرقيه بصوره طبيعيه تنظم عمليه الميتابوليزم جسمك، سواء كان تكسير الدهون او تكسير البروتينات او تكون الجلوكوز او تحطيم، هي كلها تنظم عن طريق هرمونات الغده الدرقيه. فبالتالي من راح يزيد نشاطهن، من راح يزيد كميتهم جسمنا معناته شنو؟ راح يزيد تكسر الدهون ويزيد تكسر البروتينات في حمايه الكتابوليك، معناته شنو؟ تحطم. يعني كتابوليك هايبر كتابوليك معناته في الشيء يتحطم بصوره كثره بكثره. اوكي كتابوليك صاير معناته تشوف ان المريض ضعيف ما عنده كرش، اوكي، وشوف انه المصل مالته همته ما ادري شلون، يعني مصل ويكنس ضعيف همته. هاي الساينز اللي تشوفه، شوفه ضعيف وشوف المصل مالته مو قويه او ضعيفه همته كلش. الاعراض اللي تشوفه عليه مثل الترمر، يعني ايده ترجف، نيرفوسنس، تشوفه عصبي، هيت انتررنس، معناته مثلا تقعد شخص طبيعي تقعده مع شخص مصاب بالجريف ديزيز بالشتاء، هذا الشخص الطبيعي قام سد الشباك ليش انه برد، بس مين يجيك هذا بالجريف ديزيز هو عنده يعني هاي في الشيء دي، يعني شلون حراره جسمه عاليه كلش، انه عنده في الشيء هايبر كتابوليك، في الشيء يتكسر بصوره سريعه، فحرارته عاليه اعلى من هذا الشخص الطبيعي، فبالتالي اول ما يطلب لك هاي مكان حار، فقبل تقوم تفتح الشباك انت تقوم تبرد. ماشي، وبالنسبه لهذا الشخص المصاب بالجريف ديزيز الجو طبيعي لان هو اصلا درجه حرارته زايده. البالبيتيشن كنا ملاحظين بالامتحان نمر بحاله انه دقات قلبك تقوم تزداد، تحس بقلبك ديدوك، تحس بدقة قلبك. ماشي، فهي معناته زيادة الهارت ريت مال قلبك، يا بالبيتيشن يعني خلال ستريس معين، خلال ستريس يعني خلال الامتحان او خلال الخوف. ماشي، التكي كارديا هي زيادة بالهارت ريت. شلون يعني يزيد الهارت ريت؟ يقول لك انه الثاير هذا التي 3، ماشي تي 3 راح يأثر لك على القلب شلون؟ من خلال زيادة البيتا ريسبتر، زين يا بيتا ريسبتر موجودة بالقلب بيتا 1، فمن يجي التحفيز السمباثيتك النوردرين حيشتغل على الريسبتر أكثر، على الريسبترات أكثر، فبالتالي حيسبب لك تاكي كارديا. أوكي ويت لوس قلنا أنه هي هايبر كتابوليك، حيزيد تكسر الدهون، فبالتالي وزن الجسم راح يقل، بالتالي من يزيد لك من البيتا 1 ريسبتر راح يزداد، تاكي كارديا يزداد معناته شنو؟ فلد براشر راح يزداد. هذا الاوكسف ثالموس، شوفوا هذا اللي قلنا قبل شوي انه هذا الانتي بادي اللي هو الثايروسوليك انتي بادي وين راح ياثر لك؟ يروح يشتغل لك على العين، بالعين عندنا فايبرو بلاست، اوكي هاي راح ينشط الفايبرو بلاست يخليها تفرز كولاجين ويخليها تفرز جلايكو امينو جلايكان. هذا شو تاثيره؟ يسبب لك اي بولجينج. يعني شنو اي بولجينج؟ هاي اندفاع العين اللي قدام، با احنا العين شلون مفتوحة بكثرة، اوكي وهاي اندفاع العين اللي قدام، با عين شلون متقدمة اللي قدام، من شلون نحفظ هاي العملية؟ اكزو جيتك من عملية يعني خارج جسمك، مثل يعني شلون مثلا نقول اكزو سايتوسيس اخراج الخلوي هي الاكزو، والثالموس اكزو ثالموس هاي ثالموس انت شنو العين؟ يعني خروج العين خارج الجسم يسموها بالاي بولجينج، اسم اي شاعر عربي يسموه جاحظ، جاحظ يسموها اسم جحوظ عيني، يعني هما كان عندها هو يعني هاي الأكزف المص، فاللي عندها جريتيزي يقول له هذا عينه جاحظة يعني طالع لي قدام هي أكزف المص. أوكي يقول لك هاي manifestation are due to the stimulation of the symbiotic receptor and catabolic enzyme. يقول لك ها هاي التكيكارديا صارت والهيت انتولرانس والبالبيتيشن وغيرها من الأعراض، زياده ليه نديت ان زياده تحفيز السمباثيك، زياده نشاط السمباثيك ريسبتر، قلنا بيتا 1 ريسبتر زادت بالقلب، وزياده الكتابوليك انزيم يعني جات الانزيمات تكسر الدهون بتسبب لك ويت لوس، وزياده الانزيمات تكسر عضلات بس لك بالتالي زياده الانزيمات تكسر عضلات بتسبب لك مسل ويكنس، فهاي بتسبب لك حاله وانا اسمها بالهايبر كتابوليك. يقول لك هنا أنا اذا استمر تحفيز هذا السمباثيك يعني يسموه بالسمباثيك اوفر ستيميليشن مسؤول عن التكي كارديا، عرفنا شلون التكي كارديا، كذلك زياده ضغط الدم حيث لك سوي لك ترمر رجف باليد، انكزايتي قلق، كذلك هو يعني شنو من جاك انت من عندك كريف ديزيز
تقول ما تنام ليش؟ ليش ما تنام ليش؟ جسمك نشط، هاي الحاله ما تنام ليش يسمى بالارق، حس عندك ارق، تقوم تتعب بعد، ما عندك قوه تسوي شيء، وكذلك تقوم قلق، تقوم عندك تمحال الكآبه الدبرشن. فهاي الاسباب. اوكي لك الاكزوثالماس، وايضا نقصان الوزن الخطير والكاردياك مصل ديسفانكشن، هي التكي كارديو ورانتي سمك، يعني اذا استمر، اذا انت ما تمت السيطرة على الغريف ديزيز بصورة صحيحة من خلال الادوية، يسبب لك اتريال فيبريليشن، نعرف لو تجاف الاذن يسبب لك الى الموت. اوكي في هاي الكاردياك مصل ديسفانكشن. فيقول لك هنا انا ويراز اكزوثالماس وسيفير ويت لاس مي بي ميدييتد ثرو اذر تي 3 ميتابوليك اكشن. يقول لك هنا انا اكزوثالماس قلنا تي 3 حيزداد، ها تي 3 مين يزداد؟ اسلك زادت البيتا ريسبتور، فبالتالي راح يزيد لك الكاردياك مصل، يعني حيزيد لك البيتا ريسبتور، بالتالي زيك نشاط النورادرين على القلب، بالتالي سكتك كارديو، وبعدين نفس ما سكتك اتريال فيبريليشن. وايضا تي 3 راح يسكت بزياده الانزيمات، تكسر لك الدهون والانزيمات. اوكي وايضا التي 3 راح يسوي لك حاله الاكزوثالماس، وعرفنا شلون يصير عن طريق هذا الانتيجين تي اس اي، يعني العفو التي 3 ما له علاقه بالاكزوثالماس. اوكي الاكزوثالماس يسبب لهم التي اس اي والثايد سيلتك انتيجين، يتفاعل لك مع الفايبر بلاست الموجوده بالعين، فبالتالي راح يزيد لك الكولاجين، وايضا يزيد لك الجلايكوجين والجلايكان، فيسوي لك حاله الاكزوثالماس. ايضا يسوي حاله البلورد او الدبل فيجن، يكون بعد ما يشوف الصوره صحيحه. اوكي هاي الاكزوثالماس، هاي عمليه شلون تصير حكيناها. وهاي الاوتو انتي بودي. هسه هنا نجي على استيكرتو، هذا هنا عندكم خلينا شغلتين ببالكم، هذا شويه نضحك وياكم شويه، هذا شكل الثايروسينيتيك هرمون او التي اس اتش هرمون، من يجي من البيتري جلاند ويجي على الريسبتر مالته، يشوف الانتي بودي وهذا الريسبتر مالته، وايضا شكل الغده الدرقيه بتشتغل 24 ساعه على مدى طويله. ماشي اخر استاد بالمحاضره، طبعا هنا انا لخصكم ادويه، ها طبعا اكو نسيت شيء ما قلت لكم، اكو انزيم يسموه دي ايودونيز، دي ايودونيز هذا شنو هذا الانزيم؟ احنا نعرف بهرمونات الغده الدرقيه، خلينا نرجع السكرتوم حتى تركزون وياي. اي بهرمونات الغده الدرقيه الشيء الفعال منها هو تي 3. زين ان فش دين فرز بجسمي شنو هو تي 4 وتي 3. اوكي فبالتالي التي 4 من راح يطلب الخليه مال جسمي يتحول الى تي 3 عن طريق انزيم اللي هو الداي ايودينيز. اوكي هذا راح يحوله وكذا ما تشتغل عليه. يقول لك هنا الاوتوميك ريليتد ذات يوز ان تريتمنت اوف ثايلاتوكسيكوسيس، يقول لك هنا ادويه تستخدم في علاج ثايلاتوكسيكوسيس اختصارها تي اتش اكس اي اس. اوكي لكن عندي ذا فاكت نجي حقيقه ثايلاتوكسيكوسيس ميدييتد اكسبريشن اوف ذا مورادرينرجيك ريسبتور، عرف يعني يقول لك انا حقيقه ثايلاتوكسيكوسيس من خلالها يعني راح يزيد هرمون، يعني يزيد البيتا 1 ريسبتور يا ادرينرجيك ريسبتور، بالتالي ستيموليت سمبثيك اكتيفيتي، ذن ذا كاندينيتد دراج اوف تشويس فور سمبثيك ديستربنس ان از بيتا بلوكر. ها يقول لك بالثايلاتوكسيكوسيس من راح يزيد البيتا ريسبتور بالتنافس تكي كارديا، واذا استمرت اتريال فيبريليشن راح يزيد لك زياده نشاط السمباثيك سيستم. اوكي فبالتالي خلال علاج الغده الدرقيه ايضا نستخدم منه بيتا بلوكر حتى يزيد لنا الاكسترات الزايده منه، مثل من مثل البروبانولول يستخدم في علاج الانكزايتي التكي كارديا البلد وزياده البلد بريشر الفيشن، وايضا مع ها شوف شو يقول لك هنا، يقول لك البروبانول هو ايضا يستخدم في علاج الانكزايتي والتكي كارديا والبلد بريشر الزايد، هذا وين يتم استخدامه خلال وي علاج الثايلاتوكسيكوسيس. اوكي والادويه بتضمن في علاج الثايلاتوكسيكوسيس، لانه بحاله الثايلاتوكسيكوسيس بيتا 1 ريسبتور راح تزداد. الدواء الثاني يقول لك الايزمولول هو يستخدم في بعض الحالات الخطرة من ثايروتوكسيكوز، يعني الثايروتوكسيكوزز إذا استمرت إلى فترة طويلة كلش يسبب لك في شيء معين يسموه بالثايرويد ستورم. أوكي هذا يعني نستم عاصف، يعني هرمونات الغدة الدرقية تزيد بشكل كبير كلش بجسمك. أوكي فهي يسموه سيفير ثايروتوكسيكوزز أو يسموه بالثايرويد ستورم، هي هاي معناها. الأزمولول يستخدم بالحالات السيفير مالتها. يقول لك هنا سناخذ الانتي هرمونال تيرتي، ناخذ يعني الهرمون تستخدم في علاج الثايلاتوكسيكوز مثلا مثل الميثيمازول البروبيل ثايرويراسيل والهايودين.
خلينا نعرف شو الميكانيكيه مالتن. اول شيء دول الميثيمازول يشتغلك وين على الثايرويد بيروكسيديز. نعرف الثايرويد بيروكسيديز في سبب بصوره طبيعيه يحولك الايودايد للايودين ويربط لك الايودين مع التيروسين موجود بالثايروغلوبولين، فنسوي انهبيتر له حتى يقل تكوين هرمونات الغده الدرقيه. وايضا ان البروبيل ثايرويراسيل ايضا هو يعتبر انهبيتر لهذا الانزيم الثايرويد بيروكسيديز، وايضا يعتبر انهبيتر الانزيم هو الفايف داي ايودين داي ايودينيز. الفايف داي ايودينيز هو اللي عرفناه هو الانزيم اللي راح يحول لك ال ايش اسمه الانزيم اللي يحول لي تي 4 ل تي 3 ماشي. والهاي ايودين شافوا انه البيشنت المصاب بالثايروتوكسيكوسيس من يطو هاي ايودين بكميه كبيره هذا الهاي ايودين حيسوي انهبت المن الانزيم اللي هو الثايرويد بيروكسيديز ماشي. لكذا ان هذا الانزيمات هو ها اقول لك الانزيم المسؤول عن فور انتروديوسينج ها يقول لك هذين الادويه الميثيمازول والبروبيل ثايرويراسي والهايودين يعني يعتبر بلوكر من الثايرويد بيروكسيديز. هذا الانزيم مسؤول عن ادخال الايودين بالتيروسين وايضا ربط الايود وتيروسين. نعرف بعد شيء يسوي لك ويحول لك الايودايد للش اسمه للايودين ويربط لك الايودين وين بالتيروسين موجود على الثايرويد جلوبولين ماشي. اخر شيء يقول لك نستخدم علاج شعاعي من هو مثل ثايرويد جلاند ابليشن وذ ايودين 131. هذا عباره عن علاج اشعاعي اوكي. هذا شيء سلك هذا العلاج من تاخذه هو اسمه الراديو اكتيف ايودين اي 131. هذا راح يحطم لك اغلب او كل النسيج الموجود بالثايرويد جلاند بالتالي يتم علاج الثايرويد العفو الثايروتوكسيكوسيس. هسه تقول ليش ما اتجهنا للسيرجري؟ احنا نعرف خلال الجريف ديزيز راح تزداد هرمونات الغده الدرقيه فبالتالي راح يتكون لك جويتر يعني المكان من الغده الدرقيه راح يتضخم زين يعني شنو حسيت بهايبر بليجيا وهايبر تروفي. فبالتالي من سلك تكيف هاي السالفه الاوعيه الدمويه خلال تضخم الغده الدرقيه راح تزداد فبالتالي العمليه الجراحيه حتكون صعبه. فانا اعطي ادويه هاي الأدوية تسبب لك بنقصان هرمونات الغدة الدرقية حتى حجم الغدة الدرقية راح يقل. فآخر شيء بعدين أسوي لك عملية جراحية أوكي. بس خلصنا المحاضرة هذا ملخص الأدوية أتمنى افتهمتوا. وهذا ستيكر توم مخلوه ببالكم حتى ما تنسوه ماشي. هذا آخر شيء أنا شيء مهم ما أخذه قبل هاي نأخذ إن شاء الله موديل المناعة هو أنتجين وزنتك سيل يحفز لك التي سيل وعرفنا شو عن طريق هذا الانتجين الثايروسينتيك هرمون لايك انتجين تي سيل اكتيفيتد تنشط لك البي سيل. البي سيل تنشط تسوي بلازما سيل بالتالي بلازما سيل تعطيك الثايرويد ستيمليتنج انتجين تصغر التي اس اي. اتمنى فهمتوا كل شيء في المحاضره. اي سؤال او استفسار انا حاضر بالخدمه ان شاء الله ما قصر وياكم. اتمنى بنهايه الموديول انه استفادتوا من كل محاضره استفادتوا من كل شيء شرحناه وان شاء الله نشوفكم على خير. مع السلامة.